فكرة حلوة جدا، أنا ما عنديش مانع أنظم لكم المسابقة دي بنفسي وأكون الحكم فيها كمان. والمكان فين؟ ممكن هنا في المكتبة، بس تبلغوا ولاد شارع 7 يكونوا هنا يوم الجمعة الساعة 6 مساء. ودلوقتي بقى هنشوف الكتاب اللي هنقراه سوا النهاردة. من كتاب عظماء الوطنية في مصر هنقرا سوا حكاية بطل وطني مشهور جدا. البطل ده كلنا بنحبه ونفتخر بيه. اسمه ايه؟ لا اسمه انت هتجاوبي عليه بعدين، لكن دلوقتي بقى عندي ليكم مفاجأة هايلة. هنطلع رحلة؟ أحلى من رحلة كمان، هنقوم بمغامرة. أنا بموت في المغامرات. البطل الوطني اللي احنا هنقرا تاريخ حياته سوا النهارده مستخبي في مكان ما، وانا بقى وصلتني معلومات عنه، فهنطلع كلنا ندور عليه لغايه لما نلاقيه. ايه رايكم؟ يلا بينا. حسين، حسين يا ابو كحك، حسين اصحى اصحى. الاستاذ. ايوه الاستاذ، انت هتقضي حياتك كده كلها نوم في نوم؟ انا ما كنتش نايم يا استاذ، انا عليا هي اللي غفلت. اصحى يا حسين واسمعني كويس، عرابي ورجالته سلموا نفسهم للخديوي وتوفيق والانجليز. كويس كويس. هو ايه اللي كويس؟ عارف دي معناها ايه؟ ايه معناها؟ ان انا لازم كمان اسلم نفسي. ايه؟ ايوه، انا مش خطيب الثوره العرابيه. اه يا استاذ. انا كمان مطلوب القبض علي. يا نهار ابيض، هتسلم نفسك يا استاذ؟ انا لا يمكن اسلم نفسي لاعداء الوطن مهما كان. اسمع يا حسين. ايوه استاذ. أنا ههرب في مكان محدش يعرفه أبداً. تهرب؟ أيوة، لازم أفضل أكتب ضدهم، ضد الظلم والاستعباد والاستبداد. لازم أعرف الشعب حقوقه كويس. بقولك إيه؟ أيوة أستاذ. أنت هتفضل هنا، بس لو سألوك هتقول لهم إيه؟ لا لا أستاذ، أنا مش هفضل هنا، رجل على رجلك، مطرح ما تروح أنا معاك. بس اسمعني يا حسين. لا يا استاذ مش هسمعك، سامحنا يا استاذ، الحاجة الوحيدة اللي انا هخلفك فيها. انت مصمم يعني؟ طبعا مصمم، الا مصمم دي كمان، انا مصمم ومصمم ومصمم. الا مصمم دي يعني ايه يا استاذ؟ وده وقته يا حسين، اسمعني كويس. فين ال فين صورة الهدوم اللي اديتها لك اول امبارح؟ في الأوضة الجوانية. هاتها عشان احنا هنتخفى. نتخفى؟ يعني ايه نتخفى يا استاذ؟ يعني انا هتخفى في صورة تاجر لبناني من زحلة، وانت تتخفى في صورة شحات. شحات؟ ايه يا استاذ؟ خليه حاجة كويسة. متسول؟ بصوا بقى، ادي صورة الشخص اللي احنا بندور عليه. احنا عرفتوه؟ احنا عاوزين معلومات كافية عنه. نشوف الكتاب بيقول لنا ايه. ولد خطيب الثورة العرابية بالاسكندرية سنة 1845 ميلادية، وكان ابوه مصباح ابن ابراهيم نجارا ثم خبازا، وكان يحب لولده ان يتعلم، فأرسله إلى الكتاب ليتعلم القراءة والكتابة، وقد أظهر الصغير ذكاء خارقا للعادة، فأتم حفظ القرآن وهو في 9 من عمره. ياه، ده يبقى شاطر جدا. ولما كبر التحق بالمعهد الديني بمدينة الأسكندرية. فوزية،
يا فوزية. ايوه ايوه يا شيخ مصباح. فين ابنك يا ستهان؟ ابني بيذاكر جوه بيقرا، ده شاطر خالص، ده حتى بيبطلش مذاكرة ابدا. ما بيبطلش مذاكرة ابدا؟ ابنك ما راحش المعهد يا استهانم. ايه؟ ما راحش المعهد؟ قلت اطمن عليه. رحت المعهد، قالها لي وكيل المعهد بالفم بالمليان، ابنك منقطع عن الدراسة بقاله اكتر من شهر ونص. منقطع عن الدراسة؟ سامحني ياب، انا مش هروح المعهد ده تاني خالص. سامعة يا استهانم ابنك بيقول ايه؟ مش هتروح المعهد ده ايه يا واد؟ تضيع مستقبلك يعني؟ ما تخافيش عليا يا ام، انا هعلم نفسي بنفسي. نعم تعلم نفسك بنفسك. امال المعاهد دي معموله ليه لما كل واحد هيعلم نفسه بنفسه؟ يابا انا مش قادر امشي في الدراسه دي خالص. مش قادر تمشي في الدراسه ده ايه؟ والكتب اللي عندك جوه بتقراها دي كلها ايه؟ ياما دي كتب ثقافيه، علوم وموسيقى وشعر وسياسه، دي كتب انا بستفيد منها خالص. اسمع يا ولا، قسما عظما انا بقولها لك كلمه، لو ما انتظمت في الدراسه ورحت المعهد يوميا لا انت ابني ولا هعرفك. ما تزعلش ابوك يا حبيبي عشان خاطري. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ابن مصباح؟ اتفضل يا حبيبي اتفضل ادخل. ايه عم سليه؟ ابويا بيسلم عليك وبيقول لك لو سمحت شوف لي عندك شغله اكل منها عيش. الله، طب وبعدين يا ابني والمعهد اللي بتروحه عشان ما تخلص دراستك الاول؟ ما انا هجلس وانا بشتغل كده. طب اقعد. ايه رايك بقى، تحب تتعلم التلغراف؟ يا ريت. طب اسمع، عارف لو خدت بالك معايا كويس ممكن اخليك احسن تلغرافكي. نبتدي من دلوقتي. ماشي الكلام، انا دلوقتي هقوم اجيب لك الكتاب ونبدا الدرس الاول. عن اذنك. ادخل خرسيس فالت. جواب التعيين قالوا لي اسلمه لجنابك. تلغراف دي فالت؟ ان شاء الله. انت هيعمل غلطات؟ انا حوديكي في دهيات. ان شاء الله ما فيش غلطات، ما نروحش في دهيات. ايه دي فالت؟ دي كتب ادب وشعر. امان ربي امان، سنكوح مثل حضراتكم اقرا شعر ادب؟ اولا انا مش سنكوح يا جناب خليل اغابي، ثانيا الادب والثقافه والشعر من حق كل مواطن بل من واجبه. اخرس فالت، ثقافات من حق اتراك فقط. يا سلام، ليه يعني؟ نحن عيد حضرتنا. ولو قريت زي الناس وثقفت نفسك ما كنتش قلت الكلمة دي أبدا. كنت عرفت الفاروق عمر بن الخطاب قال إيه؟ ناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. كفاديس، قراءات، ثقافات يبك فقط تلغرافات. ولم يستمر صاحبنا طويلا كموظف برقيات في قصر والدة الخديوي اسماعيل، وذلك لخلافه الدائم مع خليل بيك أغا مدير القصر الذي طرده من غير رجعة، فراح يبحث عن أعمال أخرى يعيش منها ولا يكف عن القراءة والكتابة في الشعر والزجل والمواضيع الأدبية والسياسية. وفي عام 1879 بدأ يتردد على مجالس السيد جمال الدين الأفغاني الذي كان يلقي على تلاميذه دروسا في الوطنية. انظروا جيدا أيها الرجال ماذا ترون؟ إنكم ترون بلادكم يسيطر عليها المستعمر الأجنبي، والحكام له مستسلمون، وأنتم لحكامكم مستسلمون، تتركونهم
يستبدون بالفقراء منكم والضعفاء ولا يحكمون بالعدل كما أمر الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا شيخ جمال يا أفغاني. في الحقيقة لقد تأثرت بكلامك وسعدت به، كما سعدت بوجودي مع فضيلة الشيخ الإمام محمد عبده والزعيم عرابي وكل الوطنيين المخلصين. اطلع حبيبي بقى باتنين شاي على الدور ده. سمعت يا كرم افندي بقى اخر نكته؟ ما تلعب يا ابراهيم، هي النكت خلصت؟ لسه سامعها يا سيدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شباب مصر، الشمس طلعت صح النوم، والساعة بالعربي عشرة. والله عجب يا جيل اليوم، يلي على سنجة عشرة. الظلم قدامكم فايح، وسارع الجاي والرايح، وادي الغريب فيكوا تحكم جزار، وادي الشعب دبايح، وبتضحكوا يا دي الحسرة. تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! وبدأ صاحبنا يخطب في الناس في الأسواق وفي الأماكن العامة، ويكلمهم عن الحالة السيئة للبلاد في ظل الحكم الخديوي الأجنبي. ولم يكتفي بالخطابة، بل أنشأ مدرسة بمناهج خاصة ليتعلم فيها التلاميذ برنامجا وطنيا كاملا، ويتربون فيها تربية وطنية كاملة. وفي سنة 1881 أصدر أول مجلة ساخرة باسم إيه؟ التنكيت والتبكيت، بهدف كشف عيوب المجتمع وتوضيح الحقائق للجماهير. وعندما قامت الثورة العرابية بقيادة أحمد عرابي عام 1881، كان صاحبنا خطيبها الأول الذي ألهب قلوب المصريين بمشاعر الوطنية. وبانتهاء الثورة العرابية وقيام الجميع بتسليم أنفسهم، رفض هو وحده التسليم وقرر الهرب. ودينا بندور عليك. انتوا قاعدين هنا بتعملوا ايه؟ بتدوروا على مين؟ احنا في الحقيقة يعني بندور على خطيب الثورة العرابية. مين خطيب الثورة العرابية؟ الله، انت خايف من ايه؟ ما تخافش. وانت اسمك ايه؟ بحسبك حسين ابو كحك. تشرفنا يا استاذ حسين ابو كحك. بقول لك ايه؟ ما تعرفش خطيب الثورة العرابية؟ الاستاذ تعرفه؟ طبعا. بجد؟ تعال ورايا. ودينا ده احنا دايخين من الصبح. ورايا يا جماعه، هنروح للاستاذ. انا مش عايز اسبب لك مشاكل يا حضره العمده. مشاكل ايه اللي هتسببها لي؟ ده انا مصري ووطني زيك تمام. انت عارف ان الانجليز والحكومه بيدوروا عليا. طول ما انت هنا في ضهري محدش يقدر يهوب ناحيتك ابدا باذن الله تعالى. انت هنا في امان. استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ. ايه في ايه يا حسين؟ في جماعه بره عايزينك. اوعى تكون قلت لهم ان انا هنا. الا قلت لهم انك انت هنا، ده انا جبتهم لحد هنا. لا فالح يا اخويا. ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده يا حسين؟ ازاي تقول لهم ان هنا؟ احنا مشبهين عليك 100 مره، انك ما تقولش لاي حد ان الاستاذ هنا؟ ايوه ما اقولش لو كان هم من طرف الانجليز او من طرف الخديوي، لكن لو هم من طرف الانجليز ولا من طرف الخديوي. ما تخافش يا استاذ، ده احنا مصريين ووطنيين زيكم بالظبط، ودول نشء مصر، اجيال المستقبل، جايين يتعلموا من حضرتك درس من دروس الوطنيه. اهلا وسهلا. طيب انا هقول لكم الفزوره وخدوا بالكم منها كويس عشان تعرفوها.
الشمس طلعت صح النوم، الشمس طلعت صح النوم، والساعة بالعربي عشرة، والساعة بالعربي عشرة. يا نشأ مصر المحمية يلي الزمن يفنى وهي باقية كريمة وقوية، ومهما كان تفضل حرة، ومهما كان تفضل حرة. والشمس طلعت صح النوم، والساعة بالعربي عشرة، والساعة بالعربي عشرة. يا نشأ مصر بنات وبنين، العلم نور خليكوا فاكرين ان انتوا احفاد الفراعين، ومن حكايتي خدوا العبرة، ومن حكايتي خدوا العبرة. والشمس طلعت صح النوم، والساعة بالعربي عشرة، والساعة بالعربي عشرة. انا اللي من يوم عصامي من الكتب خدت علامي، انا اللي من يوم عصامي من الكتب خدت علامي، يا عيني اصحي ولا تنامي، وليل نهار اكتب واقراه، وليل نهار اكتب واقراه. والشمس طلعت صح النوم، والساعة بالعربي عشرة، والساعة بالعربي عشرة. مملوكش غير حب بلادي، وهو زادي وزوادي، هو اللي خلاني انادي ضد المظالم بالثورة، ضد المظالم بالثورة. والشمس طلعت صح النوم، والساعة بالعربي عشرة، والساعة بالعربي عشرة. فتحت للصور بابي وحكيت تاريخهم في كتابي، فتحت للصور بابي وحكيت تاريخهم في كتابي، وقمت أيدت عرابي ما همنيش اللي حيجرى، ما همنيش اللي حيجرى. والشمس طلعت صح النوم، والساعة بالعربي عشرة، والساعة بالعربي عشرة. قولي الخديوي اللي نفاني، قولي الخديوي اللي نفاني، انت نفيت جسدي الفاني، افكاري عايشة في اوطاني، وبقية للاجيال ذكرى، وبقية للاجيال ذكرى. والشمس طلعت صح النوم، والساعة بالعربي عشرة، والساعة بالعربي عشرة، والساعة بالعربي عشرة، والساعة بالعربي عشرة. شخصية ليها قيمتها زي دهية.